مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى برنامجنا الحوار. اليوم يسرنا أن نستضيف دكتور عيد الجهني، المفكر العربي ورئيس المركز الخليجي العربي للدراسات والاستشارات الطاقة. مرحبا بك دكتور. أهلا بك. أعلنت المملكة العربية السعودية خططا لتقليص عجز قياسي في الميزانية الحكومية من خلال تخفيضات في الإنفاق وسعي لزيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط. وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الحكومة السعودية سجلت عجزا قدره 367 مليار ريال في عام 2015، وفي ميزانية عام 2016 تهدف الميزانية إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال، ما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسهيل أصول خارجية. وترأس العاحل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع مجلس الوزراء للكشف عن ميزانية عام 2016، وأعلن توجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية. وقد خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الميزانية في عام 2016، وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية. ورفعت المملكة أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بحسب وكالة الأنباء السعودية. وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في عام 2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية. وقال الموقع إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم روايته بشأن صندوق للاستثمار العام، وسيكون صندوق مسؤولا عن إدارة أكثر من تريليوني دولار ويساعد في وقف اعتماد المملكة على النفط. وأفاد الموقع أنه أجرى حوارا مطولا مع الأمير السعودي الذي يشرف على وزارات منها وزارات الدفاع والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. السلام عليكم دكتور، وشكرا على إتاحة لنا الفرصة في البداية لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لاستضافتي، وتحية لك ولشعب الصين العظيم من خلالك، هذا الشعب الذي استطاع أن يكون أمة قوية تبلغ سكانها أكثر من 1.4 بليون إنسان، دخل الفرد فيها تجاوز 7000 دولار، وهذه قفزة كبيرة في دولة عظيمة. شكرا أستاذ. موضوع اليوم حول الطاقة وبشكل خاص النفط. ففي بداية المقابلة نعلم أن حضرتك تألفت أعمال كثيرة من الكتب بشأن صناعة الطاقة بشكل عام وبصناعة النفط بشكل خاص. فلديك تفكير عميق لصناعة الطاقة والنفط أيضا، فهل يمكنك أن تقدم لنا المعلومات العامة المعلومات العامة حول إنتاج النفط وصناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية؟ عندما نتحدث عن الطاقة وأزمة الطاقة، ونعني في ذلك النفط والغاز وبدائل الطاقة بما في ذلك أيضا الزيت الصخري والزيت الرملي في كندا وغير وفي الصين أيضا، نتكلم بشكل عام عن هذه المادة السحرية التي تعتبر أغلى سلعة في التاريخ الإنساني. هذه السلعة التي أيضا غيرت وجه الحضارة الإنسانية في زمن قصير في القرن الماضي وفي هذا القرن، وستستمر أيضا. هذه السلعة هي المحرك للصراعات والنزاعات الدولية، سواء في الشرق الأوسط مخزن النفط العالمي أو في العالم أجمع جميعا. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، هي دولة عضو في منظمة الأوبك، وهذه الدولة المملكة العربية السعودية هي المحرك الرئيس للأوبك، باعتبار أن المملكة احتياطيها يزيد على 265 مليار برميل. ولكن ليست العبرة بالاحتياطي، لأنك قد تجد احتياطي كبير كما في فنزويلا مؤخرا،
ولكن هل تستطيع أن تستخرج هذا الاحتياطي؟ المملكة العربية السعودية لديها القدرة الكبيرة، لأن لديها التكنولوجيا في علم صناعة النفط التي تجعلها تستطيع الرفع أيضا إنتاجها من 10 ملايين إلى 12 مليون ونصف المليون برميل إلى 15 مليون في فترة وجيزة، وهذه ميزة تنفرد بها المملكة العربية السعودية. كما أعلم أن سياسة المملكة العربية السعودية في سوق النفط الدولية هي سياسة متوازنة تحافظ على سوق النفط الدولية وأيضا تجنيبها من الانخفاضات الحادة في السعر وأيضا الارتفاعات الزائدة في الإنتاج. ذكرت نقطة مهمة جدا، وأيضا يعني كتبت كتاب على عنوانه الصراع النفطي العالمي، فلماذا تسمى البترول أو النفط هو محرك للصراع العالمي؟ لأن النفط هذه المادة كما قلت لك هي أهم مادة في عالم اليوم. لو نظرنا إلى الحرب الكونية الأولى كان محركها النفط، ولو نظرنا إلى الحرب الكونية الثانية أيضا كانت محركها النفط، حتى الولايات المتحدة الأمريكية زودت أوروبا في تلك الفترة ب90% من احتياجاتها من النفط في تلك الحرب. ولكن لو لاحظنا أيضا أن في تلك الفترة من التاريخ بالتحديد 1940 كان استهلاك العالم من النفط والحرب الكونية قائمة في تلك الفترة لا يتجاوز 4 ملايين برميل باليوم، وفي عام 1950 بلغ لا يزيد عن 10 ملايين برميل يوميا. اليوم نحن نتحدث عن 95 مليون برميل يوميا. وبالمناسبة من الدول المنتجة للنفط في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتياطيها من هذه المادة بحدود 20 مليون برميل من احتياطي، وهذا نفس الاحتياطي في الصين. احتياطي الصين موازن تماما لاحتياطي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما قلت في المقدمة ليست العبرة بوجود الاحتياطي، ولكن العبرة كيف نستخرج هذا الاحتياطي ومدى تكلفة هذا الاحتياطي. في دول في الشرق الأوسط الاحتياطي لا يزيد عن دولارين إلى 4 دولارات، بينما نجده في روسيا أكثر من 20 دولارا للبرميل الواحد. وبالتالي نجد هذا الارتفاع أيضا في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية. الآن الصراعات والحروب والنزاعات لماذا تركزت في الشرق الأوسط؟ لأن منطقة الخليج العربي لوحدها تستحوذ على حوالي 780 مليار برميل احتياطي مؤكد، ناهيك أن هناك احتياطيات أكبر محتملة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك نجد الصراع يتمحور في هذه المنطقة ويأتي أيضا من بحر قزوين. نحن رأينا كيف الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا شنوا حربا على أفغانستان. صحيح أن جزء منها هو محاربة الإرهاب، ولكن الجزء الأكبر هو النفط، لأن بحر قزوين يختزن حوالي 50 مليار برميل احتياطي مؤكد. ولكن كانت الكارثة الكبرى عندما احتلت الدولتين العراق باحتياطية البالغ 143 مليار برميل، تشهد الأسعار ارتفاعا صاروخيا بعد عام 2003 لتبلغ في 2008 147 دولارا للبرميل واحد، قبل أن تتدنى مع أزمة الكساد العالمي في ذلك الوقت، التي جاءت أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة من التاريخ. ولا زال الاقتصاد العالمي يعيش حالة من عدم اليقين في تلك السنوات وحتى اليوم. من العالم لنعود إلى داخل السعودية، فذكرت هناك نقطة أن النفط في المنطقة الخليج هو دولار أو دولارين لبرميل واحد فقط، فممكن تشرح لنا ما الأسباب المفصلة للتخفيض أو يعني تكلفة المنخفضة لبرميل من النفط في منطقة الخليج؟ هذه الطبيعة، هذا وجود البترول في هذه المناطق، وأثبتت الدراسات كلها منذ اكتشاف البترول في الخليج من 1901 في إيران
ثم في المملكة العربية السعودية 1937 ميلادية، وقبلها في البحرين وفي العراق أيضا، في هذه الدول تأكد أن تكاليف الإنتاج في هذه الدول أقل بكثير من دول أخرى، بينما تجده في دول أخرى أيضا في الصين تجد التكلفة مرتفعة، رغم أن الصين هي ثاني دولة مستهلكة للنفط في العالم، وتستهلك يوميا بحدود 8 ملايين برميل يوميا، وبالمناسبة تستورد من المملكة العربية السعودية حوالي 16% من الاستهلاك الصيني، ونحن سعداء في هذا لأن الصين شريك كبير للمملكة العربية السعودية، والعلاقات السعودية الصينية هي علاقات متميزة منذ عام 1990، ونحن أيضا ندعم هذه السياسة لأن سياسة تقوم على الحق وعلى الخير ودفاعا عن الحق ضد الباطل. ومن ثم فإن الصين كدولة أيضا مستهلكة للنفط هي دولة منتجة للنفط، ولذلك تطور استهلاك الصين مع تطورها الاقتصادي. الصين الآن أكبر دولة في العالم تتقدم بشكل خطى قوية نحو دعم اقتصادها، رغم أن النمو الاقتصادي بالصين انحدر قليلا إلى حوالي 7%، وهذا أيضا يضع الصين كدولة أولى في العالم تطورا وتقدما في النمو الاقتصادي. تراجعت العقود الآجلة للخام برنت بحوالي 7% في التعاملات المبكرة قبل أن ترتد مرة أخرى إلى 41.7 دولار للبرميل بعد منتصف النهار، بانخفاض 3.4% منذ استقرارها الأخير. هذا واجتمعت الدول المصدرة للنفط في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المنصرم لمناقشة إمكانية تجميد إنتاج النفط الخام، لكن الاتفاق انهار عندما طالبت المملكة العربية السعودية صاحبة الثقل المهم في أوبك بانضمام إيران، والتي ظلت بدورها تؤكد بشكل متكرر أنها لن تفعل ذلك حتى يحقق إنتاجها مستويات ما قبل العقوبات. لا تزال إيران ترغب في توسيع حصتها في السوق حتى الوصول إلى المستوى الذي كان لديها قبل العقوبة على الأقل. ما يقرب من 80% من صادراتنا هي من السلع الأساسية، وبالتالي فإن أسعار السلع تشير عادة إلى أسعار النفط، وفي حال انخفاض سعر النفط تنخفض أسعار السلع الأخرى أيضا، وهذا يعني أن 80% من عائدات التصدير لدينا سنتخفض. فأيضا ذكرت دولة من دول الجوار للمملكة العربية السعودية ألا وهي إيران، فإيران الآن تسعى إلى زيادة إنتاج النفط، وخصوصا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، فهل هناك تأثير لسوق النفط الدولي؟ أنا لا أعتقد في هذا حقيقة، رغم أن الصين بالمناسبة أحد شركاء إيران وتستورد من إيران حوالي 9% من احتياجاتها من النفط، وهذا شيء طيب حقيقة. زيادة الإنتاج قد تزيد إيران 500,000 برميل إلى إنتاجها الحالي، ولا أعتقد أن هذا سيؤثر في سوق النفط الدولية إلى حد كبير، خاصة أن السوق الآن لديها فائض كبير يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا. ولكن التأثير الأكبر في سوق النفط الدولية، والذي أرى أن أعتقد أنه هو الأسلم، أن يكون هناك حوار بين المنتجين والمستهلكين، وأعني من المستهلكين أيضا وعلى رأسهم دولة الصين. وبالمناسبة أيضا لابد من اشتراك روسيا والمكسيك والنرويج، هذه الدول مع الأوبك والدول خارج الأوبك وشركات النفط، إذا ما اجتمعت حول طاولة واحدة ونظروا إلى مستقبل الطاقة ومستقبل النفط في العالم، وأيضا الاستهلاك من النفط سواء النفط الأحفوري أو النفط الصخري، أعتقد أن السوق ستستقر، وأن الأسعار التي أصبحت اليوم متعافية إلى حد بعيد وكسرت حاجز 40 دولارا في الأيام الماضية، أعتقد أن السوق ستستقر، وهذا فيه مصلحة للجميع، لجميع اللاعبين في سوق النفط الدولية، سواء الدول المنتجة
داخل من الأوبك أو خارج الأوبك أو والدول المستهلكة وشركات النفط الدولية. ولكن لاحظنا هناك خبر لتأجيل الاجتماع من بين المنتجي الرئيسي للنفط يعني من اليوم 17 من الشهر الجاري إلى اليوم 20 من الشهر المقبل في المعقدة في دوحة القطري. فهذا يدل على وجود خلافات بين منتجي النفط في العالم؟ أنا لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية بين المنتجين أيضا وبين المستهلكين، الكل يسعى للدفاع عن مصالحه. والنفط مثله مثل أي سلعة في العالم هو محل للعرض والطلب، وسوق النفط وبورصات النفط العالمية هي التي تدير أسعار وإنتاج النفط في العالم. نحن نتحدث كخبراء في النفط، نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن سوق مستقرة دولية في النفط، وهذه السوق لابد أن اللاعبين الكبار في هذه السوق يكون لديهم الاستعداد الكامل للمحافظة على هذه السوق حتى لا نصل إلى حرب أسعار كما حدث في الثمانينات عندما انحدر سعر النفط إلى 7 دولارات، وأيضا في التسعينات من القرن المنصرم إلى 10 دولارات. نحن نريد أيضا سعرا مستقرا وإنتاجا مستقرا إلى حد كبير. أنا ذكرت أن الإنتاج وأيضا الاستهلاك في 1940 بحدود 4 ملايين، واليوم نتحدث عن 95 مليون برميل يوميا، ووكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية وأيضا كل المصادر والمراكز البحثية ترى أن هذا يجب أن يزداد إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميا. وأنا لا أعتقد بالمناسبة أن هذا سيضر أو يلحق أضرارا بليغة في الاحتياطي، لأن لدى العالم من الاحتياطيات النفطية ما يكفيها لعقود قادمة، خاصة إذا عرفنا أن الاحتياطي العالمي من النفط زاد 500 مرة عن ما كان موجودا ومؤكدا في بدايات القرن المنصرم. وأيضا اليوم أصبح عند أكثر من 1,300,000,000,000 برميل، وهذا احتياطي ضخم يكفي العالم كما ذكرت لعقود قادمة. وما علينا إلا المحافظة على هذا الاحتياطي أيضا والتنقيب عن احتياطيات أخرى تجعل العالم يعيش في رفاه ونبتعد عن الصراعات وعن النزاعات والحروب التي تؤثر على هذه السلعة إما ارتفاعا أو انخفاضا، وهذا فيه إضرار للاقتصاد العالمي. فإذا أردنا أيضا أن نكون لدينا اقتصاد عالمي مستقر وينمو أكثر مما هو عليه اليوم، حيث ينمو اليوم بحدود 2% بالمتوسط، علينا أن نحافظ على سلعة النفط وأن لا نعرضها لهزات وحروب وصراعات أخرى. نعم، فحسب رأيك وإذا نعود إلى بداية عملية تخفيض النفط في العام الماضي، فما هي الأسباب الرئيسية لتخفيض نفط هذه المرة؟ ليست هناك دولة حتى الآن قررت أن تخفض إنتاجها، وأنا بالمناسبة أدعو الدول كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وهذه الدول هي أعضاء في الأوبك أن لا تقلل من سقف إنتاجها وتحافظ عليه، لأن كل برميل نفقده يذهب إلى دول أخرى خارج الأوبك ويذهب إلى شركات النفط العالمية. ولا بد أن تكون أيضا هذا التعاون، لو إذا كان هناك تخفيض في إنتاج النفط في العالم يجب أن يكون بين جميع الدول وتلتزم به جميع الدول ولا تخرج عليه، لأن بعض الدول ومنها إيران بالمناسبة وفنزويلا ونيجيريا ودول أخرى تنتج أكثر من سقف إنتاجها المحدد لها من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وبالتالي أنا أعتقد أن استقرار السوق النفط الدولي يحتاج إلى تعاون المنتجين والمستهلكين في آن واحد. تقصد يعني زيادة إنتاج النفط من بعض المنتجين العالم هذا سبب رئيسي لتخفيض سعر النفط هذه المرة؟ لا شك كلما كانت السوق النفطية الدولية مغرقة في النفط كلما انخفضت الأسعار، وهنا أيضا تقوم
الدول المستهلكة الكبرى ومنها الصين في شراء نفط أكثر من أجل المخزون الاستراتيجي لديها، وهذا بحد ذاته أيضا يعافي سعر النفط ويجعل الأسعار ترتفع قليلا. عندما ننظر إلى دولة الصين ونجد أن الإجمالي الناتج الوطني في الصين أكثر من 10 تريليون دولار، ومتوقع له في السنوات القادمة أن يقفز إلى 14 تريليون دولار، نجد أن هذه الدولة استهلاكها من النفط يزيد عاما بعد آخر، وبالتالي هذا هو من مصلحة الدول المنتجة الرئيسية للبترول. عندما نرى أن الصين لديها احتياطيات نقدية أكثر من 6 تريليون دولار، معنى هذا أن هذه الدولة قوية. نقارنها مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها ديون بحدود 19 تريليون دولار، انظر إلى الفرق. نجد أن دولة مثل الصين لابد أن تكون سوق كبير للنفط بالنسبة لمنطقة الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ولذلك يعني نعود إلى المملكة العربية السعودية مرة ثانية، فخلال العملية تخفيض سعر النفط العام الماضي، منذ العام الماضي، فكيف يعني سعر النفط المنخفض يؤثر على الاقتصاد المملكة العربية السعودية؟ أنا لست متخوف على الاقتصاد السعودي، هو اقتصاد كبير. الميزانية هذه السنة سجلت عجزا بحدود 300 مليار ريال، وأنا لست متخوفا من هذا على الإطلاق. المملكة العربية السعودية لديها احتياطي نقدي في العملات الصعبة يزيد على 650 مليار دولار، طبعا سحب من هذا الاحتياطي مبلغ ليس كبيرا. المملكة العربية السعودية لديها أصول كبيرة جدا في شركات مساهمة وغيرها تقدر بحوالي ما بين 600 مليار إلى تريليون ريال سعودي. ما لو نظر إلى هذه الأرقام الفلكية واستثمرت، أعتقد مع الفترة القادمة سيكون الاقتصاد السعودي ينمو، وهو ينمو الآن بحدود 2.5%. لست متخوفا على تطور الاقتصاد السعودي ونموه. وأيضا نحن تعايشنا حقيقة عندما كان سعر النفط في الثمانينات عند 7 دولارات، تعايشنا مع هذا واستطعنا أن نتغلب على الصعوبات تلك. لدى المملكة العربية السعودية مشاريع كبيرة، ومن حسن الحظ أنها أنهت البنية التحتية إلى حد كبير، وباستطاعتها اليوم أن ترشد الإنفاق على بعض المشاريع الكبيرة، وأيضا تخطط للمستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. لكنك أنت في التخطيط تنظر إلى الحاضر وإلى الماضي وتخطط للمستقبل. كل ما نحتاجه هو إدارة الثروة والتخطيط للمستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، ففي رأيك يعني هناك عدم وجود صعوبات بالنسبة إلى تنمية الاقتصاد السعودي؟ لا توجد دولة بدون صعوبات. الصين لديها صعوبات ولكنها تتغلب عليها. تغلبت الصين على الصعوبات بالعنصر البشري القادر على العطاء المتمرس الذي غزا العالم، غزا آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا. المملكة العربية السعودية حقيقة تحتاج أن تستثمر في العنصر البشري، لأن العنصر البشري هو أهم من النفط والغاز. العقل المفكر، الإدارة تأتي من هذا العقل المفكر، هو الذي يدير الثروة. دول مثل الصين ومثل اليابان، اليابان ليست لديها نقطة بترول ولكن لديها عنصر بشري وعندها صناعة. أعتقد أن دول منتجة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر ودول أخرى أيضا مثلها، لابد أن تركز على العنصر البشري، لأنه هو الخلاق، هو المبدع الذي يعدل المعادلة من الضعف إلى القوة. والدول عندما تقاس بالقوة تقاس بقوة العنصر البشري، ولا تقاس فقط بالبترول والغاز وبدائل الطاقة الأخرى. فالعنصر البشري هو الذي يدير التنمية المستدامة، وهو الذي يرتقي بالدول ويجعلها دول متقدمة وليست دولا متخلفة. فالفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة هو الإنسان. نعم، فأيضا بالنسبة للسعودية، الآن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل
فمثلا يعني اتخذت بعض الإجراءات لجذب الاستثمار الخارجي، فهل هناك مزيد من الإجراءات في المستقبل؟ كيف يأتي الاستثمار الأجنبي؟ يأتي في نقطتين رئيسيتين، أولا يكون هناك أمن ويكون هناك مناخ استثماري ويكون استقرار سياسي، والمملكة تملك هذه العناصر الثلاثة، وبالتالي أيضا المملكة لا تفرض ضرائب على المستثمرين الأجانب، ولذلك هم في مأمن في المملكة العربية السعودية عندما يأتوا ويستثمروا. وبالمثل نحن بين الصين والمملكة العربية السعودية استثمارات ضخمة جدا وهنا وهناك، وأيضا المملكة العربية السعودية تتميز بنقط جوهرية أنها سوق مفتوحة تطبق النظام الرأسمالي المفتوح المعتمد على الشريعة الإسلامية الغراء التي تعطي لكل حق حق، وأيضا سهولة إحضار الأموال وأيضا تحويل الأموال الأخرى، ليست كالدول الأخرى لتفرض قيودا على الاستثمارات وعلى خروج الاستثمارات منها. وفي نفس الوقت المملكة العربية السعودية لديها أسلوب معاملة بالنسبة للمستثمر هو تنفرد فيه، الضرائب كما ذكرت وأيضا لا تفرض إلا الزكاة، وهذه أيضا تطبق بشكل جزئي في معظم الحالات، فهي فرصة كبيرة جدا للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية. وأيضا هناك إجراءات للتشجيع على إنشاء الشركات أو المؤسسات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم، كل هذا يخضع للقانون التجاري السعودي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. ولدينا الهيئة العامة للاستثمار أيضا حقيقة بذلت مجهودا كبيرا في هذا الميدان، وأنا أعتقد بالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضا ليست فقط في المنشآت الصغيرة والكبيرة، المملكة العربية السعودية لديها مشاريع ضخمة ولديها مدن صناعية، ولدينا الجبيل وينبع، هذه مشاريع ضخمة جدا، ولدينا في المستقبل القريب بإذن الله تعالى مشاريع أخرى ستفتح في المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات للاستفادة من المناخ السياسي والمناخ الأمني والاستثماري المتوفر في المملكة. نعم، وأيضا سؤالنا الأخير حول التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية، ولو هي تم الموافقة في الزيارة السابقة لفخامة الرئيس الصيني إلى السعودية لإعادة أو استئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، فكيف تتوقع المستقبل؟ أنا أقرأ الأرقام، كما ذكرت العلاقات السعودية الصينية منذ 1990 حتى اليوم كل عام وهي تتميز أكثر، ولو نظرنا إلى 12 عام الماضية نجد أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من 1,300,000,000,000,000 ريال، وأيضا الآن أكثر من 75 مليار دولار سنويا. معنى هذا أن المملكة العربية السعودية والصين دولتين شركتين كبيرتين، بل تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك للصين من الناحية التجارية في منطقة الشرق الأوسط كلها، وهذا في حد ذاته أعتقد أنه يدفعنا في المستقبل إلى نمو تبادل تجاري واقتصادي وثقافي وتقني وعلمي في بين المملكة العربية السعودية والصين. في الختام نشكر مرة ثانية على الدكتور عيد الجهني رئيس مركز الخليج العربي للدراسات والاستشارات الطاقة. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننتهي حوارنا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.